أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول: هل المبطون شهيد والمرأة تموت في حالة الولادة، والغريق والذي يتوفى في حادث سيارة، أو يموت من مرض خطير كالسرطان وغيره من الأمراض الخبيثة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. أما الذي يموت بحادث مفاجئ كالهدم والغرق والحريق والإصابة بالطاعون أو موت المرأة في ولادتها، فكل هؤلاء شهداء كما ثبتت بذلك الأدلة، يعني لهم أجر الشهيد، لهم أجر الشهداء. الحمد لله. وأما ما عدا الموت بالحوادث المفاجئة فهذا لا يأخذ حكم الشهادة، الذي يموت بمرض خطير كمرض السرطان وغيره فهذا لم يرد أنه يكون له حكم الشهيد. نعم، فيما أعلم. نعم.